ونتمنى والله تطلب منكم نتوما الدعوه معاه، راه نتوما احباب لان الجمهور ديالو داكشي هما اللي كيحب، كلشي كيبغيه، ما كاينش اللي ما يذكرش عليه شي حاجه خايبه، كلشي كيبغيه، هو محبوب بالجماهير الحمد لله. واخا ملي في الاونه الاخرى مرض ومات في هاد الاربع ايام هادي، كنا نحاولوا باش نوقفوا معاه الناس زعما ويجيو، لكن دوماج كانت راس السنه هي اللي حابسه عباد الله. حاولنا نتصلوا بالناس بالشخصيات وكل شيء مسافر، كل شيء ما كاينش، وكان قال لنا الطبيب ضروري خصكم تديوه للمستشفى العسكري في الرباط. كنا كنتسناو الترخيص، ارسلنا رساله للديوان الملكي ما جاوبوناش، جينا هاد العشيه داموا الامانه امانته، وهذا ما كناش كنتظروا بحال هكا. هو كان اي واحد في الفنانه كتلقاه هو الاول حاضر، لا في المرض ولا في الموت ولا في اي حاجه، كتلقاه هو الاول كيتسول على الفنان علاش. انا بغينا ما بغيناش يكون هذا الشيء بدا ديما يتكرر، ديما تيموت الانسان عاد تبقاو بحثوا عليه، خصهم يسولوا بعضياتهم الفنان. هو تيموت من قبل والله العظيم، وكيدعى مع الجميع، كيدعى معايا ومع الاحباب كلهم، تيوصينا يقول لك المحبه بيناتكم، الاخوه خصكم تكونوا ديما متابعين، ديما متحدين. وهنا ما تلقاوش بزاف الحاجات خاصنا في هذا الوقت هذا، دوماج دوماج. نتمنى على الله باش الفنانة تا هما يرجعوا شويه، يكونوا سولوا بعضياتهم، ماشي تيمرض ولا تيتلاح وعاد نبداو نقلبوا عليه. حنا ما نلوموا حتى واحد، لان هذا الوقت ولات شويه صعيبه. الله يحسن العوال كل واحد باش ما نعموش، الله يحسن العوال كل واحد. اللي مات الله يرحمه، واللي مريض الله يشافيه، ولكن خاص الانسان يتسول بعضياتهم، يتحابوا بعضياتهم، ما يبقاش كلها متجه لجهه، ماشي من الخصال ديالنا. ونتمنى على الله يرحمه، دعوا معاه تما بالله الرحمه والمغفره، ونتمنى على الله يكمل لكم كل خير، وشكرا لكم، الله يهديكم، الله يهديكم. خرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.